حياته اليومية. وأنا أظن أنه بدون تفكيك هذه المركزية وإبطال مفعولها وتبديد شحنة الروايات الكامنة فيها وإبطال الغلو القابع في ثناياها، نعم، سنبقى نجتر ونكرر أفكار يعني قد ترضي غرور الكثيرين لكنها ليس لها قدرة أن تفعل على تغيير شيء حقيقي في العلاقات الاجتماعية، في الشراكة السياسية، وحتى أزعم حتى في فهم الدين الصحيح على الوجه الأكمل. هل ثمة انشطار في مشروعك؟ يعني أنت موزع بين مشروعين ثقافيين، بين المركزيات والسرديات، بين لنقل يعني الرواية وبين الفكر، بين النقد الأدبي وبين الفكر. كيف تشوف نفسك؟ هل هذه هواية وهذه مهنة؟ حسنا، أنت التقطت قضية أنا يعني أعتبرها مهمة جدا في مسار الثقافي. يعني كما تعلمين، أنا كان إعدادي الأكاديمي ومهنتي التدريسية هي، نعم، في مجال السرد، وأنا أعددت نفسي إعداد أكاديمي متكامل لهذه القضية ومارسته كمهنة كاملة. على هامش أو بموازاة هذا الاتجاه، بدأ من نهاية الثمانينيات الاهتمام بالمركزيات الثقافية. في حوالي نهاية التسعينيات أو النصف الثاني من التسعينيات، وجدت نفسي أكتب في مجال السرد بالمعنى السرد الأدبي بشكل مباشر، وفي مجال النقد الفكري أي نقد المركزيات الثقافية. نعم. وفي فترة ما خالجني شعور بالانشطار، أنه أنا هل أنا أعمل في مجال الفكر أم أنني أعمل في مجال النقد؟ فإذا كنت أنا غير قادر على التعرف على نفسي في المنطقة التي أمارس بها التفكير، فكيف يستطيع الآخرون قبولي وفي أي اتجاه وفي أي مسار؟ ولهذا يعني عشت فترة أصطلح عليها بنوع من الأزمة المنهجية التي لازمتني في نهاية التسعينيات، وتوقفت عن الكتابة كثيرا لأني أعمل في مجال السرد ثم أعمل في مجال يبدو بعيد عنه تماما، وهو نقد البؤر المتعصبة والمغلقة في الثقافات والعقائد والأعراق. نعم دكتور، الظاهر يعني نفسك طويل مع الأشياء، يعني ثمت جهد دؤوب، ثمت مثابرة وروح يعني باحثة لنقل شاهقة مش عالية يعني فقط، ألاحظها عندك يعني حتى في موسوعاتك، وخصوصا أنك تتبنى مشاريع كبيرة، يعني موسوعة السرد العربية، المركزية الغربية، المركزية الإسلامية. كيف ممكن نقول تهندس وقتك يعني وتخضع نفسك لهذه المقاييس الصارمة ولنقل المقاربات العلمية للنصوص؟ هذه هي أدوات كيف دربت نفسك دكتور؟ هي هذه أدوات الكاتب. وأنا يعني فعلا وليس قولا أنا أنتمي إلى منطقة البحث بشكل كامل ومتفرغ له، ولكن أنا أرجو أن تسمح لي فقط أكمل قضية الأزمة المنهجية وكيف حلت. نعم. فحينما وجدت نفسي أنه أنا أعمل وكأنني أعمل في مجالين مختلفين. توقفت لفترة إلى أن انبثق في ذهني ما يعني الحل الذي يعني كان جزء من لاوعي لكني لم أكن قادرا بوعي على المسك به، وهو الحل أنه كل تمركز حول الذات، كل تعصب، كل غلو هو يقوم على الأخذ والإيمان بسرد مخصوص للماضي وللحاضر. ولهذا ربطت بين السرد وبين المركزيات الثقافية، وأعدت وربما يعلم كثير من القراء الذين اطلعوا على كتبي، أعدت بناء مشروع الثقافي مبنيا هذه المرة على أنه كل مركزية ثقافية هي قائمة على الإيمان بسرد معين. حلو. وهذا نقلني بالمناسبة من التعامل مع السرد كوسيلة أدبية إلى السرد كوسيلة دينية ووسيلة ثقافية ووسيلة معرفية ووسيلة أنثروبولوجية. نعم.
وبهذا بدأت أعنى بدراسات المخيالية. نعم. وبكيفية تمثيل السرد لأحوال الأمم والتاريخ. جميل. دكتور دعني أسألك، كيف يمكن لهذا التحول يعني من النقد الأدبي إلى النقد لنقل الثقافي أو المعرفي إذا جاز التعبير، أن يحرر الإنسان من هيمنة الأنساق، أنساق المدونات الكبرى يعني الشعرية والسردية والفلسفية؟ نحن نعيش دكتورة ضمن روايات كبرى يعني تصوغ لنا وعينا ولا وعينا، يعني حينما نعيش في نسق يسيطر عليه النموذج اليساري يصبح اليسار ومقولات اليسار وكل ما يتصل بالتفاعل الثقافي يستجيب لهذا النموذج. وحينما نعيش ضمن نموذج، فلنفترض أنه نموذج قومي مهيمن كما كان سائد في السبعينيات، من الطبيعي أن هذه مقولات هذا النموذج تصغ وعينا. وحينما نعيش في نموذج الهيمنة الدينية فيه هي الفاعلة، نصوغ يصاغ وعينا ضمن هذه الرواية للتاريخ. نعم. فهذه روايات، يعني الرؤية اليسارية للتاريخ، الرؤية القومية للتاريخ، الرؤية الدينية للتاريخ، هذه روايات أو ما تسمى نعم. الآن سرديات كبرى تصوغ وعينا وتتلبسنا، ونحن نتمثل مقولاتها وركائزها سواء كنا واعين بها أو غير واعين. نعم. وهذا هو الذي يعني أنا كرست جزء كبير من يعني جهدي ووقتي لنقده، لكي نتخلص من أثر هذا المفعول السري الذي يتسرب إلى وعينا ولا وعينا. نعم. سندخل أو سنقترب إلى عالم الرواية، بنلطف الجو دكتور شوية من عالم التنظير والأكاديميك، ممكن نقول هذه الإجرائية حتى في التعامل مع النصوص. بعد قليل نلتقي مع الدكتور عبد الله إبراهيم. هل ثمة قضايا تشغل الثقافة العربية اليوم؟ بعد قليل. طبعاً في أسئلة كثيرة، لكن سنقف عند محاور معينة المركزية النسوية لنقل هذا الاهتمام ممكن نقول في السنوات الأخيرة. وقبل ذلك أريد أن أسألك بعض الأشياء عن الرواية العربية، بمعنى هل الرواية العربية وخصوصاً أنك اقتربت أنت من السرديات بشكل هائل، يعني لنقل هل الرواية العربية ابنة السرديات العربية القديمة والوسيطة، أم هي آثار حديثة كتبت بتأثير مباشر من أعمال مترجمة، يعني مترجمة لنقل من بلزاك، هيمنغوي، تولستوي، دوستويفسكي، أخيرا ماركيز، ولنقل كوباتا وكونديرا؟ وين الرواية العربية؟ هل هناك رواية عربية لها جذور أم أنه جنس غريب ووافد وجديد؟ ليست الجذور مهمة كثيرا إلا في سياق نشأة الظواهر الأدبية. وأنا في موسوعة السرد تقصيت هذا الموضوع لمدة سبع. نعم. سبع سنوات، وهناك رأيان. رأي يقول إنه الرواية ظاهرة سردية غريبة تماما ودخيلة على الثقافة العربية، وبدأ أخذها العرب من الأوروبيين في بداية القرن العشرين. وهذا رأي سائد
المكرس في الجامعات والكتب الأدبية. وحتى هذه دكتور مختلفين عليها العرب، يعني هناك من يقول أن قصة زينب لمحمد حسين هيكل هذه هي كانت بداية الرواية العربية، وهناك من يقول أن الرواية الجزائرية الحمار الذهبي هي الرواية الأولى، هناك من يقول غابة الحقل فرانسيس الحلبي هي الرواية، وأيضا من يقول وأنت من قلت ذلك النووي، إذن أنا لست بإفرنجي ومؤلفها لخليل الخوري أعتقد. نعم. أن هذه كانت الأولى. نعم. يعني حتى هذا الرأي ما ماكو إجماع على الرواية الأولى العربية. هو لا يوجد إجماع، ولكن من الضروري أن نعرف ماذا حصل بالقرن